بتنظيم من مديرية الشباب والرياضة لولاية النعامة، وكذا الرابطة الولائية لألعاب القوى ورابطة الرياضة المدرسية، وتحت إشراف والي الولاية احتضنت بلدية النعامة فعاليات المرحلة الولائية لسباق الشباب والجماعات المحلية، وعرفت مشاركة عدة نوادي بتعداد فاق 120 عداء وعداء يمثلون مختلف البلديات. هذا وقد أشرف الأمين العام للولاية ممثلا للسيد والي الولاية على إعطاء إشارة الانطلاق الرسمية لهذه التظاهرة. السليم جسم السليم إطالة باسم السيد والي الولاية، أعلن عن افتتاح المرحلة الولائية لسباق الجماعات المحلية. اليوم نحضر فعاليات مسابقة الشباب والجماعات المحلية المرحلة المحلية بإشراف والي النعامة، اللي انطلق منذ قليل الفئة الأولى في المسابقة. الحمد لله تنظيم محكم والسباق يجري في حالة جيدة. في الرحمن الرحيم، الأستاذ العراجي مصطفى رئيس الرابطة الولائية للرياضة المدرسية. اليوم الرابطة الولائية للرياضة المدرسية راح حاضرة في السباق الولائي للجماعات المحلية بالتنسيق مع الرابطة الولائية لألعاب القوى ومديرية الشباب والرياضة وبالتنسيق مع بلدية النعامة. شوية صح فزت. السباق اليوم كان سهلا وتحصلت على المرتبة الأولى. السلام عليكم، أقدم نفسي سليمان بن عطاء بمرتبة الثالثة. تظاهرة رياضية لأم الرياضات تمتلك فيها ولاية النعامة سجلا حافلا بالتقاليد في التنظيم والتألق، وأنجبت أبطالا شرفوا الولاية والراية الوطنية في المحافل الدولية وتم توريثها للأجيال.